رأي الغالب ما رأي الغالب للأجل إمام الثقة وعالم مشهور. أما المرأة ابن طاووس هو عبد الله ابن طاووس ابن شيشان وكان إماما جليلا. هو عن أبي طاووس بن كيسان طاووس بن كيسان وطاووس بن كيسان أيضا من أهل اليمن. طاووس بن كيسان من أهل صنعاء إمام جليل وهو من تلاميذ ابن عباس أو من التابعين. عن طاووس عن ابن عباس أنه رأى رجلا أي ابن عباس رأى رجلا انتهر يعني ارتعش من الخوف لما سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله ارتعش من الخوف وارتعش انكارا لذلك ينكرون رسول الله يعني هذا الرجل من الذين ينكرون رسول الله. فلما سمع ابن عباس يحدث لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الحديث لا يوافق مشربه ومذهبه انتفض انكارا فقال ابن عباس رضي الله عنه ما فرقوا هؤلاء ما الحمير اسم التفهام وفرقوا الفرق الخوف الفرق فتحتين فتح الباء وضاء الخوف. قال تعالى ولكنهم قوم يقرؤون يعني منافقين يقرؤون يعني يقرؤون منافقين عندهم خوف عندهم جبن يحسبون كل صيحة عليهم كلما سمعوا شيء أو كان الوقت كان كذا يفرقون ولكنهم قوم يفرقون. فمعنى الفرق الخوف ما يعني أي شيء سبب لهؤلاء الخوف ما فرقوا هؤلاء أي شيء سبب لهم كان الخوف هذا فرق جميع محله. يعني لما كان فيها من صفات الله عز وجل يفرق انكارا لها هذا في غير محل ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمة يعني عند فلغان المصفات من المحكم. وفي هذا رد على الذين يقولون ان الصفات من المتشابه لان الاشاعرة الان وكل نفاق من هذا الصفات يقولون الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه الا الله فيخورون المعنى الى الله يقولون نؤمن بالالفاظ ونخور المعنى الى الله ولذلك يسمون بالمخورة ويشعرون ان هذا مذهب السلف يقولون مذهب السلف تخوير وهذا كذب من ناحيه يقول أن آية الصفات ليست من المتشابه التي يخور معناها إلى الله والكذب الثاني أن آية ليس مذهب السلف الصالح. السلف الصالح يعلمون معاني الصفات ويفسرونها ويؤمنون بها وإنما يخورون الكيفية كيفية إلا الله. أما المعاني فهم يعرفونها ويفسرونها ويوضحونها للناس. فآيات الصفات وآيات الصفات من المحكم لا من المتشابه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما وجدت في كلام السلف ولا في كلام الأئمة ما وجدت واحدا يقول إن آيات الصفات من المتشابه ما وجدت وإنما قال هذا طوائفنا المتأخرين الذين يقولون الصفات لا يعلم معناها إلا الله فيفضلونها ولذلك سموا بالمفضلة. يجدون رقة يعني خوفا الرقة على الخوف خوفا للإنكار يجدون رقة عند محكم يعني محكم الكتاب والسنة ويحلفون عند متشابههم يحلفون يعني يضلون العلاف يعني الضلال
يظلون عند المتشابه. ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ المحكم هو البين الذي لا يحتمل الا معنى واحدا، هذا هو المحكم. البين الذي لا يحتمل الا معنى واحدا هذا هو المحكم، لا يحتاج في استدلال وتفسير الى غيره، هذا هو المحكم. اما المتشابه فهو الذي يحتمل معنيين اخر، يحتاج الى بيان المراد، وذلك مثل المطلق. فالمطلق يحتاج الى ما يقيده، مثل المجمل يحتاج الى ما يبينه. الذي يحتمل معنيين فاكثر ويحتاج لبيانه الى شيء اخر يبينه، هذا هو المتشابه، هذا هو المتشابه. مثلا قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا، هذه الايه مجمله. هل المراد من يعص الله ورسوله يعني بالشرك والكفر، او المراد عموم المعصيه الكفر والشرك والزنا والسرقه والكبيره والصغيره؟ ظاهر الايه ان من يعص الله ورسوله مطلقا، الكبائر والصغائر والشرك وغيره انه مخلد في النار، اليس كذلك؟ خالدين فيها ابدا. هذه الايه تعتبر من المتشابه، لا بد من ردها الى ما يفسرها من القران. نعم جاء ما يفسرها وهو قوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على ان قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا، ان المراد الشرك الاكبر والكفر المخرج من الذمه، هذا هو الذي يكون صاحبه خالدا مخلدا منا. اما من كانت معصيته دون ذلك فانه تحت المشيئه، ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه، واذا عذبه فانه لا يخلد، لا يخلد في النار. مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هل يحتمل انه خرج من الاسلام وان الزاني يكفر وان شارب الخمر يكفر؟ لكن إذا رجعنا إلى الأدلة الأخرى التي تبين أن الزاني لا يكفر وأن السارق لا يكفر، لأنه لو كان السارق والزاني كافرًا ما كفى أن يقام عليهما الحد، ما كفى أن يقام عليهما الحد، ما كفى أن تقطع يد السارق بل يجب قتله، ولا كفى أن الزاني مجلد من الجلدة، لا بد أن يقتل مرتدًا. فالأدلة الأخرى تبين أن هذا يحتمل، فإذا رجعناه إلى النصوص الأخرى تبين وفسر والشرع لله الحمد. أهل السير يأخذون المتشابه، الخوارج والمعتزلة أخذوا بالمتشابه، ولذلك حكموا على مرتكب الكبيرة لأنه شارد. الخوارج يقولون خارج من الملة، شارد الخمر والجاني والسارق وغيرهم، هذا الكبائر يخرج من الذله، معتزله يقولون يخرج من الذله ولكن لا يخرج الكفر، بل يكون بالمنزله بين المنزلتين. فقدوا بآية الوعد وتركوا آيات الوعد، تركوا آيات الوعد، وعلى النقيض منهم المرجئه، اخذوا بآيات الوعد وتركوا آيات الوعد، وكل من الطرفين اخذ بالمتشابه. اما اهل السنه فانهم ردوا المتشابه، ردوه الى المحكم وفسروه، وهذا هو المذهب الصحيح الحق لله الحمد. ولذلك يقول تعالى: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، لان ياخذون ادله الوعيد مثلا او ادله الوحي مثلا، يقول طهر يتركون الطهر الثاني، يتبعون ما تشابه منه، ما يحصل الا المتشابه ابتغاء الفتنه وابتغاء التاويل. الى ان قال: والراسخون بالعلم يقولون امنا به كل من عند ربنا، الراسخون بالعلم يردون هذا الى هذا ويفسرون القران بالقران ويفسرون كلام الشارع بكلام الشارع بعضهم لبعض،
يقيمون المطلق ويعملون بالناسخ ويتركون المنسوخ وهكذا، ويردون المجمل إلى ما يبينه ويفسره من النصوص لأنه كله من عند الله، وكلام الله وكلام رسوله يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. أما الذي يأخذ بطرف من النصوص ويترك الطرف هذا من أهل الضلال ومن أهل الضلال. ولهذا يقول الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يأخذ ذمة الثالث ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فعله الحب. هل الخطة الشيطانية؟ أما الخطة الصحيحة فهي طريقة الوحي أو الجمع بين الأدلة، تفسير بعضها لبعض ورد بعضها إلى بعض والخروج بنتيجة تنفعها. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالكتاب كله، نحن طرف يتركون طرف ثالث. قد يفكر الناس يأخذ الآلات لظاهرها التكفير، ها؟ واللي ما يكفر الشيء يعتبر أن السنة والمسلمين يأخذ النصوص اللي فيها الوعد، هل فيها الوعد وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة و من قال لا إله إلا الله واستقام عليها دخل الجنة، لكن ما ممكن من قال لا إله إلا الله وأشرك بالله دخول الجنة إلا بحقها، إلا بحقها لا إله إلا الله. نعم يفتح الجنة لكن لمن عرف معناها وعلمها بمقتضى، أما من قالها وبعدها بالشرك فدعا الخير له فهذا لا تنفعه لا اله الا الله ولو كان عرف. الحاصل ان طريقه اهل الخير هي هذه، فعلينا ان نحذر منها. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: يهلكون يعني يضلون عند المتشابه، لانهم ياخذون بالمتشابه وينكرون المحكم. فهذا الرجل الذي كفر هذا انكر المحكم وهم ياخذون بالمتشابه. فهذه النصوص في هذا الباب تدل على مسائل. المسألة الأولى وجود الإيمان بأسماء الله وصفاته، وجود الإيمان بأسماء الله وصفاته وإثباتها على ما تدل عليه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه ان انكار شيء من الاسماء والصفات يعتبر كفرا بالله عز وجل، وكما ذكرنا إن كان هذا الإنكار عن جحود وعناد فهو كفر أكبر، وإن كان هذا الإنكار عن تأويل وتقليد لغيره فهو كفر أصغر وضلال ضلال مبين. المسألة الثالثة أن من أنكر شيئا من الأسماء والصفات فقد تشبه منه الإنكار، تشبه المشركين، لأن المشركين هم خلف المعصوم في الأسماء والصفات. المسألة الرابعة أنه يجب على المعلم والداعية والواعظ أن يراعي مدارك الناس، فيعطيهم على حسب مداركهم ويتدرج معهم شيئا فشيئا في التعليم، يبتدي معهم في المسائل السهلة والمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات وهكذا. أما أن تجي عند الطلاب مبتدئين تبدأ معهم بكبار الكتب وكبار المسائل هذا ما يصلح. المسألة الرابعة المسألة الخامسة أنه يجب
أن يختار بالدعوة والتعليم والوعظ من هو على مستوى العلم والحكمة، من هو على مستوى العلم والحكمة لأجل تنضبط الأمور. المسألة السادسة أن الصفات الله عز وجل من المحكم وليست من المتشابه، لأن عبد الله بن عباس يقول لا يجدون رقة عند محكمهم، دل على أن آية الصفات من المحكم لا من المتشابه. وهذا أنا أرى عن السنة والجماعة أن هذا من المحكم، فلم يقل إنها من المتشابه إلا قائل أهل الأشاعرة وغيره فالمعنى المطورة. المسألة السابعة أن نصوص الأسماء والصفات تذكر للناس ويلغطون إياها وتبين لهم، لأن ابن عباس ذكر على الحبيب الأسماء والصفات القرآن، القرآن مملوء من الأسماء والصفات أليس كذلك؟ فنصوص الأسماء والصفات تذكر للناس وتبين لهم أن يلغطون إياها، لكن مع التدرج بهم شيئا فشيئا. المسألة الثانية أن طريقة أهل السنة والجماعة الإيمان بالمختبي والمتشابه، طريقة أهل السنة والجماعة الإيمان بالمختبي والمتشابه، ورد بعضهما إلى بعض، لأن الله سمى المختم بالأرض أليس كذلك؟ فالصلاة هن أم الإسلام، والأم هم الذي يرجع إليها الشيء، فالمختم هذا هو الأم الذي يرجع إليه المشكلات، هن أم الإسلام ووقعوا متشابهة، أهل السنة والجماعة يردون المتشابه إلى الأم وهو المختم ويفسرونه به دون الإسلام، فتجتمع الأدلة ويقولون عملوا بكل الطريقه والحمد لله، بخلاف اهل الزرق فانهم انما يقولون بطرف من الادله ويتركون الطرف الثاني، فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد: ما معنى؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثه عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي أن الله تعالى قال: أصبح من عباده مؤمن به وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة. ويذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح خالقا، ونحو ذلك مما هو جاهل على ألسنة كثير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
وأكثرهم الكافرون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض أقوال المفسرين هذه الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ يقول: هذا مالي ورثته عن آبائي. قال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يحصل كذا وكذا. وقال ابو العباس عن ابن تيميه رحمه الله على حديث اصبح من عباد المؤمنين الكافر حديث وقد تقدم، يعني عباد الاستقصاء من انواع حديث زيد بن خالد الذي ورد او ذكر الشيخ عباد الاستقصاء من انواع. قال الشيخ: يلوم سبحانه وتعالى أن يضيف نعمه إلى غيره ويشرك به. هذا كثير في الكتاب والسنة، يلوم سبحانه من يضيف نعمه إلى غيره ويشرك به. وقال بعض السلف: هو قولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، وأمثال هذا مما يجري على ألسنة كثير. الحاصل أن الشيخ رحمه الله ذكر بعض أقوال المفسرين في هذه الآية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذه الآية من سورة النحل، قال تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أكثرهم الكافرون. لأن سورة النحل تسمى سورة النعم، لأن الله عدد فيها كثيرا من النعم التي أنعم فيها على عباده، خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وخلق المراتب التي يركبونها ويأكلون من لحومها ويشربون من ألبانيا ويلبسون من نتيج صوفها وأوبارها وأشعارها، ونعمة المشارب. الله أنزل من السماء ماء أخرج به من السماء، والله أخرج من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ففي ذلك لآيات لآية لقوم يسمعون. هذا مطر. ثم قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه أي فرض على اللبن، أي فرض ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ثم ذكر من ثمرات النخيل والأعناب، هذا ما من الأجر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إلى المراد بهذا الخمر قبل أن تحرم، ولكن الله ساقها في مساق غير المسجد، بمساق غير المسجد، لثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ففرق بين الرزق الحسن وبين السكر. ثم حرمت بعد ذلك. ثم ذكر العسل: فأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذه أشربة شراب الماء قطر حلو عز، شراب اللبن الشاي الذي شراب العسل. هذه أشربة نعمة الأشربة التي أنعم الله بها على عباده. ثم ذكر نعمة الزوجات، نعمة الزوجات وجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الذرية ومن أزواجكم بنين وحفدا. ذكر نعمة السكن، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ومن جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، من أصواتها وأوزارها أساسا وأشعارها أساسا ومتاعا للحين. فذكر نعمة الملابس، الله جعل لكم مما خلق ظلالا جعل لكم سرائيل الملابس تقيكم الحر وسرابيل تقيكم ملابس عن الحر والبرد وعن الثياب
وملابس عن القتال والسلاح وهي الدروع، وهي الدروع ترابيل تقيكم الحر يعني والبرد، وترابيل الدروع تقيكم باسكم. هذه نعم الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أكثرهم الكافرون، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب شكر نعم، أوجب على عباده أن يشكروه في كثير من الآيات، اشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، اشكروني ولا تكفرون، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، من يشكر فإنما يشكر لنفسه. وهو أمر بالشكر، فالنعم تقابل بالشكر، والشكر له ثلاثة أركان، الشكر لا يتم ولا يصح إلا بثلاثة أركان. الركن الأول التحدث بنعم الله ظاهرا، التحدث بنعم الله ظاهرا، أما بنعمة ربك تحدث، تذكر النعم التي أنعم الله بها عليك، أنعم الله عليك بالمال والولد والمسكن، وقبل ذلك أنعم عليك بالإيمان والعقيدة الصحيحة التي يفقدها كثير من بني آدم، من أعظم النعم، وأعظم النعم زيادة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم نعمة أنعم الله بها على الأمة زيادة محمد صلى الله عليه وسلم، يخرجه من الظلمات إلى النور. فالتحدث بالنعم هذا من الشكر، ركن من أركان الشكر، إنسان ما يشكر بل يعدد هذه النعم بإذنه بها على الله عز وجل، هذا الركن الأول. الركن الثاني الاعتراف بها باطلا، أن تعتقد بقلبك أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، وأنها فضل من الله، لا بحولك ولا بقوتك ولا بمنة أحد من الخلق، وإنما يتفضل من الله، تعتقد هذا بقلبك. أما إذا تحدثت بلسانك وأنت لا تعتقد بقلبك أنها من الله فلا يصح. الركن الثالث تركها في طاعة مسقيها وموليها، لأن تصرف هذه النعم في طاعة الله، تستعين بها على طاعة الله، فإن صرفتها في معصية الله على كفر للنعمة. إذا صرفتها في معاصي الله، في شرب الخمر، في السفر إلى الخارج، في الفجور والإباحية والشهوات المحرمة، صرفتها في شراء آلات الله والأفلام الخليعة، هذا كفر للنعمة. الله أعطاك هذه النعمة لتستعين بها على طاعته، فإذا استعنت بها على معصيته فقد كفرتها ولم تشكره. فلا بد من هذه الأركان الثلاثة، التحدث بها طائرا، والاعتراف بها باطلا، وطردها في طاعة مسقيها ومليها. إذا تكاملت هذه الأركان الثلاثة حصل الشكر، وإذا فقد ركن منها أو فقدت كلها فقد كبرت النعمة، كبرت النعمة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، نعمة الله يعرفون، وهو الجماعة ترجع إلى الكفار، إلى الكفار الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرفون نعمة الله، ما المراد بنعمة الله؟ قيل المراد بها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد هو نعمة الله، فهم يؤمنون أنه رسول الله بقرارة قلوبهم وأنفسهم، ولكنهم يجحدون ذلك ظاهرا، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، فهم يعرفون أنه رسول الله، يعرفون هذا في قلوبهم، لكن يحملهم الكبر والعناد على مخالفته، يظنون أنهم إذا اتبعوه فقدوا شعبتهم، ويتركون أيضا
ما عليه آباؤهم، يتركون عبادة الأصنام، يتركون شرب الخمر والزنا، يتركون الشهوات المحرمة، فمن أجل هذا يبقون على الكفر. أو يكون عندهم عصبية والعياذ بالله كما حصل لأبي طالب، عصبية لدين الجاهلية. أبو طالب يؤمن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا في أشعاره، لكنه يقول لولا خلاء وثبت لا لرأيتني فرحا بذات أو دينا لولا الملامة. يقول قبل هذا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير الأديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار وثبت لرأيتني فرحا بذات أو دينا. فلا ترى بأنه رسول الله، لكنه ترك اتباع خوف الملامة وخوف المسبة من قومه، حملته العصبية الجاهلية على عدم الإيمان به، ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، صارت روحه ويقول هو على ملة عبد المطلب بسبب العصبية الجاهلية والنخوة الجاهلية. فهم يعرفون أنه رسول الله، يعرفون نعمة الله، يعني يعرفون رسالته، ولكنهم لا يسمعونه عنادا وكفرا أو عصبية أو غير ذلك من الأغراض. لأنهم يعرفون نعمة الله، يعني صحة رسالة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ينكرونها، يعرفونها في نفوسهم وقلوبهم، ثم ينكرونها في الظاهر مكابرة وعينا. وقيل المراد بنعمة الله ما ذكره الله في هذه السورة من أولها إلى آخرها من النعم التي أكدها، وكل ما ذكره الله في هذه السورة فهو المقصود بقوله يعرفون نعمة الله. يمكن تقول النعم التي ذكرها الله في هذه السورة متعددة ونعمة الله هذه مفردة. يقول النحويون: نعم، إذا المفرد إذا أضيف يعم، المفرد إذا أضيف يعم، فمعنى نعمة الله يعني نعم الله، المفرد إذا أضيف يعم. هذا قول ثالث. القول الثالث أن المراد بنعمة الله جميع النعم، بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وما ذكره الله في سورة النحل وبقية النعم كلها، فالمراد بنعمة الله جميع النعم. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، وما ذكره المؤلف رحمه الله عن بعض المفسرين إنما هي أمثلة ليس المراد بها الحصر. فالقول الصحيح في القول الثالث أن المراد بنعمة الله في هذه السورة جميع نعم الله التي أنعم بها على عباده. فالمؤمنون يعرفون نعمة الله ويشكرونها، أما الكفار فإنهم يعرفون نعمة الله ثم يكفرون بها وينكرونها. يعرفون نعمة الله، هذا معنى أنهم يعرفونها في قلوبهم لكنهم ينكرونها في ألسنتهم. ذكر الشيخ نماذج وأمثلة، قال عن مجاهد، المراد بمجاهد هو مجاهد بن جبر الإمام الجليل بالتفسير، أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. يقول: مجاهد عرف المصحف على ابن عباس، يقف عند كل آية وأسأله عنها، فهو روى التفسير من أول المصحف إلى آخره عن حبر الأمة وترجمان القرآن. فله ميزة، مجاهد له ميزة بين المفسرين، لأنه تلميذ متخصص من تلاميذ حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال مجاهد: هو قول الرجل هذا مالي ورثته على المال. المال نعمة، لكن المال نعمة من نعم الله، والواجب على من أعطاه الله مالا أن يشكر الله. في أركان الشكر الثلاثة التي ذكرتها لك أن يشكر الله على هذا المال، يعني يذكر بلسانه أن هذا المال من الله، ويعترف بقلبه بما نطق به لسانه، ويصرف هذا المال بطاعة الله عز وجل. هذا هو الواجب، لا
لكن الكفار من العكس. يقول احدهم هل بعضهم من الله؟ هذا انا ورثته عن ابائي. نعم ابوي ثري وانا ورثت عن ابائي. او جدي ثري او خالتي ثريه او عمي وما اشبه ذلك. هذا ميراث انا اخذه ميراث. طيب واللي قال لك الميراث من هو؟ اللي قال ثري المال من هو؟ اليس هو الله سبحانه وتعالى؟ أولا الذي أوجد هذا المال أليس هو الله؟ ثانيا الذي أورث هذا المال ومكنك منه أليس هو الله؟ لماذا تقول هذا مال أبوي أبي وجدي ورثته عن آبائي؟ أو يقول هذا المال أنا حصلته في جدي ما يقول عن آبائي ما ورث عن آبائي. لا هذا جدي وجدي حصلت هذا المال. يقول اذكر الله على فضله وإحسانه. يقول هذا جدي وجدي أنا حصلت الكتب. مثل قول قارون أو القارون إنما أوتيته على علم عندي. يعني أنا خبير اقتصادي أعرف كيف أبيع وأشري وأحصل المال. حصلت المال خبرتي وعلى علم عندي. قولته مهارتي معرفة وجوه المكاسب. هذا قول قارون قاتل كفرة في نعم الله عز وجل. لما ذكره قومه بكفر الله عز وجل إذ قال له قومه لا تفعل إن الله لا يحب الفريقين وابتغ بما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله لك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علمي. هذا الجواب. يقول أنتم تكذبون المال هذا عدم الحق. هذا كذبي وكذبي ومهارتي ومعرفتي هكذا. فكل من قال هذه المقالة فهو مثل قارون من دار من عن ذلك حصلت مهارتي وكسبي في شهري وتعبي. يقول نعم شهرت وتعبي وسجل وكسب السبب لا شك انه سبب لكن السبب وحده ما يكفي. لولا ان الله جعل السبب يرمى هذا بس كم من واحد يتعب ويشقى ويحرم ولا يحط في شيء لان الله لم يرد. الله جل وعلا إذا أراد جعل السبب يعمل عمله وإذا أراد الله جعل السبب معصى لا يوجد شيئا. ليس الكسب والحركة هي التي تأتي بالمال لكنها سبب. يعني كل عقل الأسباب تجلس يجلسك ويجلسك سبب لكن لا تعتمد على الأسباب يعتمد على الله سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وادخلوا له أي تلجأوا. هذا المؤمن هذا مالي ورثته عن آبائي. أو يقول هذا مالي أنا حفيظ به أنا حفظ به شعبي وكسبي وشدقي وعرقي. يقول كلما ذكرت هذه الأسباب ولكن الذي أعطاك المال هو الله سبحانه وتعالى فهو الذي جعل الأسباب تنفع تترتب عليها نتائجها. الله جل وعلا هو مسبب الأسباب. المؤمن يعتقد هذه العقيدة يأخذ بالسبب ويعتمد على الله لا يترك السبب ولا يعتمد عليه. هذه العقيدة الصحيحة. أما ترك الأسباب هذا ليس من الدين. الاعتماد على الأسباب ليس من الدين. الدين أن تعمل بالأسباب وأن تتوكل وتعتمد على الله في حصول النتائج فتعلم أنه إن أراد الله أن هذا السبب يرفع نفع وإن أراد الله أن ينفع ينفع ولو كذب ولو عن إسماعيل. أنت تعرف الناس الآن كم من واحد تجده يشقى بالتعب والكد والكسب ويعمل شركات ومؤسسات وبعدين يطلع حقوق في النهاية يصير بالسجن معتق عليه دينه. وكم من واحد يبني الأسباب وينفع الله بها ويطلع ساعتين شريك. هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على أن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى. وقال عون بن عبد الله عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي هو قولهم لولا فلان لم يكن كذا. يقول الله فلان هذا الله لولا ما حصلت على الوظيفة ما حصلت على هذا المال لولا فلان
لن نحكم كذا وكذا. هذا لا يجوز، لا تكون لولا فلان. يقول الله فلان هذا، الله لولا ما حصلت على الوظيفة، ما حصلت على هذا المال، لولا فلان لن نحكم كذا وكذا. هذا لا يجوز، لا تكون لولا فلان. فلان إنما هو سبب، إنما هو سبب، لكن قل لولا الله، قل لولا الله، وإن كان ولا بد لولا الله ثم لولا الله ثم فلان، كان فلان سبب. هذا من مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما أن تقول لولا فلان على طول، هذا لا يجوز، هذا شرك، شرك في الألفاظ وكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. فهو يدخل في قول الله إن نعمة الله ثم ينكرونها. تقول لولا الله وحده ما حصلت هذا الشيء، أو لولا الله ثم فلان جزاه الله خيرا ما حصلت هذا الشيء. أي الذي ثم فلان لها، يعني جعلت تابع، تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، ويكون سبب، هو مجرد سبب. لولا فلان لم يحصل كذا، عرضنا عن ما تريد أيضا، لأنها من كفر نعمة الله عز وجل. وقال ابن قتيبة، ابن قتيبة هو أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، قاضي دينور، يناظر جليل من أئمة أهل السنة. قال عنه شيخ الإسلام إنه خطيب أهل السنة، خطيب أهل السنة، كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة. أعطاه الله براءة في الكلام والقول وبلاغة في المنطق، وأسلوبه يتميز رحمه الله في المناظرات والجدال والاستدلال. له كتاب التفسير، وله كتاب المعارف، وله كتاب الأنوار، وله كتب كثيرة، وله كتاب في حديث، في الجمع بين مختلف الحديث، بين مختلف الحديث، كتاب مشهور. قال يقولون هذا في شفاعة آلهتنا، يشركون، يقولون هذا الذي حصل لنا من الخير، هذا اللي حصل لنا من الخطب في هذه السنة من الأموال، من الزروع، من الثمار، سبب شفاعة آلهته، لأننا تقربنا إلى هذه الآلهة فشفعت لنا عند الله عز وجل، كما في قوله ما نعبدهم إلا، والذين اتخذوا من دونهم أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم يقولون إن ما اتخذنا هذه الوسائط وهذه الأضرحة والقبور إلا وسائط شفعاء عند الله، إلا نعلم أنه ما يأتي بالخير ولا يدفع الشر إلا الله، لكن هذه وسائط الشفعاء هذا كفر لله عز وجل. ويقول الآن عباد القبور وين هذا الخير اللي يحصل للناس والبركات بسبب الأولياء، بسبب الأولياء، صار البلد قبر ولي، خلاص هذا البلد هذا يصير بلد خير، صار قبر ولي عليه قبة وعليه جراثيم، هذا خلاص البلد هذا بلد خير، لأن هو اللي هذا يحميه وخلاص يدفع عنه الشر ويجلب له الخير. يعتقدون هذا الأمر القبور نعوذ بالله. هذا من القول الجاهلية، هذا بشفاعة آلهة أو بتوكل، يعني معناه ينسبون النعم إلى غير الله عز وجل، يدون النعم إلى الأولياء والصالحين والقبور والأولياء والمعتقدات المعظمة. يقولون لولا هذه الأشياء ما حصلت منها المنافع والخيرات، ينسون الله سبحانه وتعالى. هذا بشفاعة آلهتنا، هذا موجود الآن عند الصوفية وعباد القبور. إذن هذا الأولياء والصالحين إذن هم اللي حصلوا لنا هذه الأرجاء، يشكروا لنا عند الله والله، يعني كان الله ما يعلم ولا يدري إلا ولا يلزم الناس إلا بواسطة أحد يدفع. هذا قول المشركين قديما وحديثا ولا يزال. ما يقولون هذا من الله، هذا بركة آلهتنا،
بعض ذاتنا بركة الولد بركة الشجرة الفلانية الزغار الفلاني الأثر الفلاني ذهبي لها بركات فبما نحصل على هذه الأمور هذه مقالة المشركين قديما وحديثا أنهم يسيبون النعم إلى غير الله عز وجل إما يعبدونه من دون الله ويتقربون إليه. قال أبو العباس هذه كلية شيخ الإسلام من تيمية أبو العباس أحمد بن تيمية على حديث أصبح من عبادي المؤمنون بي وكان سبق الحديث بباب استقبال الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية على إبن سلام ثالث من الليلة يعني مضى فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وأقبل عليهم بوجهه صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمنون وكافر. فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالخوف. وأما من قال مقرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر به أو بدأت كافر به مؤمن بالخوف. من نسب المطر إلى الأنواع إلى النجوم إلى الكواكب إلى الطوالع أو إلى المناخ الجوي أو الانخفاض الجوي أو إلى الطبيعة فهذا كافر بالله عز وجل نسب النعمة إلى غير الله نسب النعمة إلى غير الله عز وجل يكون هذا من كفر النعمة كفر النعمة. قال الشيخ على هذا الحديث يذم سبحانه وتعالى من نسب نعمه إلى غيره وأشرك به من نسب نعمه على عموم كل من نسب النعم إلى غير الله فإن الله يذمه إن الله يذمه ويسميه كافرا يعني من كفر النعمة قد يكون مخلصا لله وقد لا يكون دون المخلص كفر آخر يذم سبحانه من نسب نعمه إلى غيره وأشرك به يعني لما نسب نعمه الى غيره جعله شريكا لله عز وجل في ايجاد هذه النعم الواجب على المسلم ان يضيف النعم الى الله سبحانه وتعالى ولا يجوز ان يضيفها الى غير الله وان كان هذا الغير سببا في فصولها فانه لا على الشكر ماذا بالشكر في الجمال الماضي وإلى الآن كفر بعضها يمشي على الإيد يجعلون إشراع فوق السبيمة يجي الريح تحمل الإشراع ثم تمشي السبيمة على ظهر الماء على اتجاه الريح يكون إشراع الريح فإذا جاءت الريح الطيبة مشت السبيمة ارتئت فإذا جاء ريح عاصف تقلبت وتكفأت وجاء الموت حتى إذا كنتم في الأرض وجرينا بهم ريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين لهم فيه هيا أنجيتنا من آلي نكون من الشاكرين فلما أنجاهم إلا هم يبغون في الأرض بغير الحق هذه عادة المشركين أنهم يشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدة لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى وأن آلهتهم تعجز عن التخليص من الشدائد فإذا خرجوا إلى البر والراحة والأمان نسوا نعمة الله فأشركوا الله عز وجل لكن الشيخ محمد رحمه الله في بعض رسائله يقول شرك أهل هذا الزمان أشد من شرك الأولين لأن المشركين الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة الآن إذا وقعوا في البحر أو في أي مكان في الشدة ينادون معبوداتهم يا علي يا حسين هذا ما كان في الجاهلية تقول الآن إنما وجد عند مشركي هذه الأمة يعني زاد شركهم على شرك الأولين عند الشدائد ينادون يهتفون بأصحاب القبور والأضرحة أما المشركون الأولون فلا يدعون إلا الله في حالة الشرك لا يدعون إلا الله في حالة الشرك صار الشرك الذي عليه المتأخرون
أشد من الشرك الذي عليه أهل الجاهلية والعياذ بالله. استحكم الأمر والملاح حارقا، الملاح قائد السفينة، الملاح قائد السفينة سمي ملاحا لأنه يشتغل دم أو يسير مع الماء الملح وهو البحر، لأن البحر ملح سمى ملاح لأنه يسير على الماء الملح. حارقا يعني مسلما للقيادة. يقولون ان سبب نجاة السفينة امرأة الريح الطيبة هو الملاح الحارق، يعني نسب النعمة الى خير الله عز وجل. ما قالوا ان سبب نجاة السفينة وفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، بل قالوا لا، ان السفينة انما نجت بسبب الريح الطيبة وبسبب الملاح الحارق. هذا كبر للنعمة والاسلام لها الى غير الله سبحانه وتعالى. نعم الريح الطيبة سبب، الملاح الحارق سبب، ولكن لا يعتمد على الأسباب ولا يعتقد أن الأسباب هي التي جاءت للنتيجة، وإنما يعتقد أن الذي جاء بالنتيجة هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الأسباب ومسبباتها. هذه عقيدة الموحدين، يعتقدون أن الريح الطيبة وأن الملاح الحارق أسباب. لا مجرد أسباب. وأما الذي نجاه هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعل الملاح حارقا ووفقه للقيادة، وهو الذي جعل الريح طيبة، ولو شاء لجعلها عاصفة. من الذي لف الريح؟ هو الله سبحانه وتعالى. أو ربما تسكن الريح، إذا شاء يسكن الريح يظل الرواسد على ظهري. أحيانا ما يصير في هواء أبدا، تعطل الطيب يوم يومين أكثر من فاطر. أحد يجيب الريح من الناس أو من المخلوقات؟ والله ما يجيبها، لا الملائكة ولا أي أحد. أحد يجيب الريح إلى سكنة، وإنما الذي يأتي بها هو الله سبحانه وتعالى. ثم إذا جاء بها إما أن يلطفها وإما أن يجعلها عاصفة، ابتلاء وامتحان، كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى. أحيانا يكون الملاح حارقا لكنها فارق السليمة، فحرق الملاح مو دائما يكون هو السبب، أحيانا يكون حارق قائد الطائرة، أحيانا يكون من أحدق الطيارين مصدر الطائرة، أليس كذلك؟ سائق السيارة أحيانا يكون من أحدق السائقين وأقدمهم في المهنة مصدر السيارة أو تنقل، أليس كذلك؟ ما نفع حرقه، لم ينفع حرقه. فالحقيقة أن الأسباب وحدها لا يعتمد عليها، مهما بلغت من الإخلاص ومهما بلغت من الموافقة لا يعتمد عليها، لأن أحيانا تكون تامة ومع هذا لا يحدث المطلوب. فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الأقوال التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الباب إنما هي أمثلة، إنما هي أمثلة للكفر بنعمة الله، يجمعها أنها كلها اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، ونسبة للنعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى من الأسباب أو من المخلوقات، والواجب أن تنسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب، وهذا هو الصواب الذي يجب على المسلم اعتقاده، ويجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن هذه الألفاظ، لأنها كفر بنعمة الله عز وجل، وأن لا يتساءل فيها لولا الله هذا هو التوحيد، أو لولا الله كنت فلان لا بأس، لكن لولا فلان ما حصل كذا، هذا كفر للنعمة، شرك بالله عز وجل. لولا الريح، لولا الملاح، لولا الحرص في معرفة التجارة والاستفادة كله خير، أو نسبة الظواهر الكونية نسبتها إلى الكواكب أو إلى المنخفضات الجوية أو إلى المناخات أو إلى الطبيعة، كل هذا شرك بالله عز وجل، لأنها نسبة النعم ونسبة الحوادث إلى غير الله عز وجل. الواجب أن تربط كل الأمور بالله عز وجل، ولا بأس أن يثنى على السبب بحضور حقه،
فقل اشكر الله جل وعلا ثم اشكر لفلان على ما بذل وعلى ما حصل وعلى ما اجتهد. هذا من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. لولا الله ثم فلان هذا لا يشكر غيره. لولا الله ثم فلان ما حصلت على كذا، ما نجوت من كذا. هذا لا بأس، هذا توحيد. اما ان يقول لولا ان الطبيب او الطبيب الفلاني ما حصل شفاء، المستشفى الفلاني راضي، يعني يقول هو شفي المريض بسبب ان المستشفى راضي او بسبب ان الطبيب حامل. هذه اسباب يعني، لا ممكن، انا ما نقول ان ما هي اسباب، هذه اسباب. لكن قل لولا الله، لولا فضل الله ثم القائمين على البلاد او المستشفى او الطبيب، هذا لا بأس. أما تقول لولا الطبيب، لولا المستشفى، لولا الأدوية أو ما أشبه ذلك، لولا مجهودات فلان، هذا بفضل مجهودات فلان، هذا كله غير، هذا كله لا يجب. يجب على المسلم أن يحفظ لسانه من هذه الأذى، سواء كتبها، وهذا كثيرا ما يجري على ألسنة الصحفيين، أو تكلم بها كما يجري على ألسنة الإعلاميين والمذيعين أو المتحدثين من الناس. يجب أن يحفظ لسانه عن هذه الألفاظ، وأن يجعل مخه دائما مخالفا للعقيدة الصحيحة، مخالفا للآداب الشرعية، محترما لحق الله سبحانه وتعالى، لا يجعل حق الله حقا لغيره أو ينسب نعمة الله إلى غيره. يجب على المسلم أن يتفطن، لأن يقولون هذا من الشرك الخبيث. هل القاضي كثرت على ألسنة الناس حتى خبيت على الناس كثرة الاستعمال؟ فعلنا شرك، فعلنا كفر للنعمة، فهي تحتاج إلى أن الإنسان يتعلم هذه الأشياء الدقيقة علشان يتجنبها، يهذب لسانه ويهذب نطقه، يهذب كتابته عن هذه الأمور والمبالغات. إلى بغيت تتكامل مع الكثير من الخبراء وعظيم مع العظماء، لا تجعل الشركة لله، فقل هذا بفضل الله ثم فضلي، هذا بفضل الله ثم فضلي، أنت السبب في هذا، جزاك الله خيرا، أنت الذي اجتهدت، والله جل وعلا هو الذي نفع بهذه المجهودات، أنت تعطي كل ذي حق حقه. أما أن تقف أمام أحد قل أنت وأنت، أنت اللي سويت وأنت اللي عمرت البلاد وأنت الذي وأنت الذي، ولا لله بك، لا يجوز. واجب على المسلم يفضل لهذا الأمر، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أحد يبي يزعل عليك إذا انتبت النعم من الله؟ يعني إنسان فيه إيمان ولو ضعيف ما هو زعل أبدا، إنسان المسلم الذي فيه إيمان ولو ضعيف ولو أدنى حبة من الإيمان ما يمكن يزعل إذا نسبت النعم إلى الله. لكن معه لا ينبغي أن يستبيح شيء من السنة الطيب خاطر طيب، هنا يشكر الناس لا يشكر الله بقدر مجهوده بقدر ما بلغ هذا. أما أنك ما تعرف إلا هو تنسى فضل الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز. نتفضل لهذا الأمر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يستفاد من هذه الآثار، يعني يستفاد من الآية الكريمة مع ما جاء في تفسيرها، يستفاد منها فوائد. أولا وجوب إسناد النعم إلى الله سبحانه وتعالى، وجوب إسناد النعم إلى الله سبحانه وتعالى كبيرها وصغيرها، لأنه هو الذي أنعم بها. ثانيا عدم جواز إسناد النعم إلى غير الله، وأنه كفر، عدم جواز إسناد النعم إلى غير الله وأنه كفر، ولو كان على الغير سببا لحصولها فإنها لا تسند إليه، فإنما تسند إلى الله عز وجل. ثالثا أن الأسباب لا يعتمد عليها لحصول المطلوب، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. هذا هو مقتضى عقيدة التوحيد والإيمان
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أقفى من دليل النبي على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك وحياتي، وتقول لولا قليبة ما لنا كان النفوس، وتقول لولا البط ناس النفوس. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله فيه شرك. رواه ابن ابي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف به فأحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن النخعي أنه يكره، وجاء إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي ما جاء في تفسير هذه الآية عن السلف رحمه الله. قال ابن عباس ذكر رحمه الله نماذج تفسير هذه الآية. قال ابن عباس: الأنداد الشرك، أقبى من دليل النمل على صفات السوداء في ظلمة الليل، أو أن تقول: والله وحياتك يا غلام وحياتي، لولا كليبة هذا لا زال النصوص، لولا البط في الدار لا زال النصوص. أو الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله فيه شرك. رواه ابن ابي حاتم. عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ومن اتخاذ الانداد الحلف بغير الله، عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. رواه الترمذي وحسن وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا نحلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. حذيفة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه ابو داود باسناد صحيح. وجاء عن ابراهيم النخعي أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: أعوذ بالله ثم بك، ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا يقول: لولا الله ثم فلان. هذا ما ساقه الشيخ رحمه الله في هذا الباب تفسيرا للآية التي ترجم بها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه ختام آيتين
في أول سورة البقرة، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ألا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الثامن آيتان: يا أيها الناس، هذا خطاب لجميع الخلق، إذا جاءت يا أيها الناس فهو خطاب لجميع الخلق المؤمنين والكفار، أما إذا جاء يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب للمؤمنين خاصة. ما ذكر الله في أول سورة البقرة أصناف الناس بعد نزول القرآن، وأنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم آمن بالقرآن ظاهرا وباطنا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما خلقناهم يفلحون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. هذا القسم الأول، آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا. القسم الثاني: من كفر بالقرآن ظاهرا وباطنا وهم الكفار، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا. الصنف الثالث: الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا وهم المنافقون، وهم أخطر من الكفار، لأن الكفار يصارحون بالكفر وموقفهم معروف، لكن هؤلاء والعياذ بالله يخادعون يقولون الإيمان خداعا وكذبا ويمكنون الكفر بالله عز وجل ليخدعوا المؤمنين، فمضرتهم على المؤمنين أشد من ضرر الكفار. لهذا قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار يجاهدون بالسلاح، المنافقون يجاهدون بالحجة، بالحجة واللسان وإبطال أقوال. لما ذكر هذه الأصناف الثلاثة وجه النداء إلى الناس فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، توبوا من الكفر وتوبوا من النفاق، اعبدوا ربكم. قالوا هذا أول نداء جاء في المصحف، أول نداء جاء في المصحف الشريف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يعني صيغة النداء، وإلا العبادة جاءت في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، إخلاص العبادة لله جاء في سورة الفاتحة. لكن النداء أول نداء في القرآن يعني في المصحف هو هذا النداء: اعبدوا ربكم، أي أخلصوا له العباد ولا تعبدوا معه غيره، لأن الله خلقكم لذلك، فأنتم عباد لله لستم عبادا لغيره. لهذا قال: ربكم الذي يستحق العبادة هو الرب، أما غير الرب فإنه لا يستحق العبادة. وما الدليل على أنه الرب؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذه أدلة توحيد الربوبية، جعل لكم الأرض فراشا الذي خلقكم والذين من قبلكم، الله هو المتفرد بالخلق. أما هذه المعبودات فإنها مخلوقة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة، وكيف يكون عبادة للمخلوق؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لا أحد يستطيع ينكر هذا، حتى أكثر الناس ما يستطيع ينكر أن الله هو الذي خلقهم وخلق الذين من دونه، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، تحدي هذا.
هذا تحدي إلى يوم القيامة. يجيبون واحد خلق ولو عقل قليل لن يخلق ذبابا ولو استمعون، تحدي قائم إلى يوم القيامة. ولا أحد أجاب عن هذا، ما أحد ادعى أن أحدا خلق شيئا في هذا الكون، بل الخالق هو الله وحده سبحانه وتعالى الذي خلقكم والذين من قبل، يعني آباءكم إلى آدم عليه الصلاة والسلام كلهم خلق الله سبحانه وتعالى. الأنبياء والرسل والصالحون وكلهم والأولياء كلهم مخلوق لله سبحانه وتعالى. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا تعليل لقوله اعبدوا فاعبدوه، لماذا؟ لعلكم تتقون، يعني لعلكم ترجون من العذاب. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، لعلكم تتقون اي تتخذون وقايه تقيكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وليس هناك وقاية من عذاب الله إلا العبادة، إلا عبادة الله له لا شريك له أبدا. ليس هناك وقاية تقي من عذاب الله غير عبادة الله وحده لا شريك له، الله لا يقي منها من النار، لا يقي منها الحصول ولا الدروع ولا صراط الإخفاء والإنقاذ ولا جميع شيء من المخلوقات والإنسانية إلا عبادة الله وحده لا شريك له. ثم ذكر أدلة أخرى، الذي جعل لكم الأرض فراشا تعيشون على ظهرها وتنامون وتذكرون على ظهر فراشا، فراش ومهاد مستقرة ثابتة لا تتحرك ولا تميل، تدرون عليها وتنامون عليها تستقرون عليها، من الذي جعل هذا؟ والله سبحانه وتعالى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني سقفا، البناء معناه السقف، سقف الأرض، سقف الأرض هو السماء، فجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون. السماء سقف للأرض فيها منافع العباد، الأرض فراش والسماء بها كله من أجل العباد ومنافع. وأنزل من السماء ماء، المراد السماء هنا السحاب، سمي سماء لارتفاعه، سمي سماء لارتفاعه، السحاب المسخر بين السماء والأرض، فالمطر ينزل من السحاب بتقدير الله سبحانه وتعالى وأمره وإرادته وتكوينه، ينزل من السحاب. المراد بالسماء وأنزل من السماء ماء هو السحاب، وأنزل من السماء ماء يعني المطر، فأخرج به من الثمرات، لم يحدد نوعا، بل كل الثمرات، كل الثمرات الموجودة في الأرض التي يقتات بها الناس والبهائم كلها أخرجها الله من هذا الماء، ماء واحد وتربة واحدة يخرج منها ثمرات مختلفة، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. أخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزقا مفعول أخرج. لما ذكر هذه الأدلة على ربوبيته سبحانه وتعالى نهى عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا، جمع يد، الأنداد جمع يد وهو الشريك، لا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء، لأن الشريك شبيه بالشريك،
مهد له عديل له، فيطلق على الشبيه والنظير والعديل. هل لله عديل؟ هل لله شبيه؟ هل لله شريك؟ أبدا. لكن أين العقول؟ العقول السليمة أين هي؟ أما العقول البهيمية الموجودة لكنها ممسوخة، إلا من هدى الله سبحانه وتعالى. تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام. قال العقل المنفي هنا العقل النافع لا العقل المعيشي، العقل الذي ينفع صاحبه، التفكير الصحيح والتصور الصحيح هذا هو العقل المفيد. أما العقل المعيشي الذي يعرف به وجوه المكاسب والتجارة والملذات هذا بهيمي يشترك فيه هو البهائم سواء. فللبهائم أحسن حالهم، منهم إلا كالأنعام فلهم أضل سبيلا، لأن البهائم أبدت وظيفتها في هذه الحياة ولم تشرك بالله عز وجل. أما ابن آدم فإنه لم يؤدي وظيفته في هذه الحياة وأشرك بالله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وأنتم تعلمون، هذا دليل على أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، وأنهم لا ينكرون أن الله هو الذي فعل هذه الأشياء، جعل الأرض فراشا والسماء بناء، وأنه هو الذي أنزل المطر، وأنه هو الذي أنبت النبات، يعلمون هذا، ومع هذا يعبدون معه غيره، هذا من تناقض العقول وفساد الفطر وانتكاس الأرحام والعياذ بالله. كيف يشركون به وهم يعلمون أن هذه المعبودات لم تفعل شيئا مع الله سبحانه وتعالى؟ فهذا فيه إبطال الشرك، إبطال الشرك وتعجيل آليات المشركين أنها عاجزة لا تستطيع أن تخلق شيئا. قال ابن عباس هو عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، إذا أطلق ابن عباس فالمراد به عبد الله. قال ابن عباس الأنداد الشرك، أي اتخاذ الأنداد معناه الشرك، والشرك والعياذ بالله الشرك أعظم ذنب عفي الله تعالى به، أعظم ذنب عفي الله تعالى به هو الشرك. قال الأنداد الشرك، الأنداد الشرك كقولك والله وحياتك يا فلان وحياتك لولا، قال الشرك أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل، النمل جمع نملة وهي حشرة معروفة، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، صفات واحدة من الصفا هو الحجر الأملس، الصفا والحجر الأملس ويسمى بالصفوان، فمثل صفوان عليه تراب يعني حجر أملس مغطى بالتراب يظنها الإنسان أنه تربة صالحة للبذر، وهو طبقة على خصوات شيء لا يطلق البذر، إذا جاء المطر أزاح التراب لا وظهر الحجر، مثل صفوان عليه تراب فأصابه غافل فتركه صلى لا يقدرون على شيء ما كسب. الطبران وقف معناه الحجر الأملس، قد يكون الصفاء أبيض وقد يكون أسود، والمراد هنا الأسود على صفاء سوداء في ظلمة الليل. انظروا إلى التمثيل، يعني ذكر أشياء خفية جدا
أولا سواد النمل، النمل أسود. ثانيا الصفاء السوداء. ثالثا الليل أسود. من مبصر هذه النملة؟ نملة سوداء تمشي على حجر أسود في الليل.